تمشي حمامية يا لذة صبية نعمل طوافة من رحمة منيا يمشي حمارية يا لذة صبية نعمل طوافة من رحمة منيا عم الحطايا لي بتناديو سنيت ليلو الحنين وتتليبو عم الحطايا لي بتناديو سنيت ليلو الحنين وتتليبو يا ليلة ودهر يا إيش عمارة يا شمشة وسهرة يا كفة شمية يا ليلة ودهر أخني وخير وأطير عيانا جميلا كسر تجي من مرخيطك أخني وخيره واتير عيانا جميلا كيسه تجي من مرخيطك يوسف الكوب يا ديلا من قرى ديلا من ليالي
sana min gidişi darman بسم الأب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. هذه الساعة اليوم نخصصها في تأملاتنا بإبراهيم أب المؤمنين والأنبياء وزيارة قداسة البابا فرانسيس لترافق تأملاتنا وصلواتنا اليوم قداسة البابا يوم غد بزيارته إلى أرض الأم أرض العراق بلاد الرافدين بلاد الحضارة والثقافة والعلم آمين. قصة إبراهيم مع الله. تبدأ قصة إبراهيم حين تراءى له إله المجد وهو ما زال في مدينة أور الكلدانيين. مكانها الحالي خرائب في منتصف المسافة بين بغداد والخليج العربي شرقي نهر الفرات بقليل ناحية الجنوب. ويوضح ذلك الوحي الإلهي على فم استيفانوس شهيد المسيحية الأول في أعمال الرسل. ظهر رب المجد ليبين إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل سكنه في حاران وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك
وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج إبراهيم حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله الله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. إذن إخوتي أخوات، تلقى إبراهيم الدعوة بالخروج وهو ما زال في أور الكلدانيين، وكانت دعوة الله لإبراهيم هكذا: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. آمين. Thank you.
في الواقع يبدأ تاريخ إبراهيم بظهور الله له. والحق أن القيمة الحقيقية في حياة أي إنسان وتاريخه تبدأ بظهور الله في حياته. فقد يعيش إنسان عشرات السنين دون أن يكون له أثر حتى يقبل دعوة الله ويحيا في طاعته. والله في أثناء ذلك يعرض عليه ذاته لكي يستغني ويلبس ثيابا بيضا فلا يظهر خزي عريته. لنتأمل في قول الله لإبراهيم: وتكون بركة. هنا نلاحظ ظاهرة عجيبة، فبعد أن كان الله يبارك البشر أصبح هناك بشر يباركون البشر. لنتأمل في طاعة إبراهيم. كانت طاعة إبراهيم لله في أن خرج من أرضه، فما هي حكمة الله في ذلك؟ الواقع أن كل إنذارات الله القديمة، الطوفان، بلبلة الألسن، لم تفلح في حمل البشر أن يقلعوا عن الشر، لذا لم يكن هناك لابد من أن يعزل الله فئة من البشر ليكونوا له. كان هناك خوف على إبراهيم، فالجو الذي عاش فيه إبراهيم في أور الكلدانيين كان موبوءا بالوثنية ونجاستها، فالإنسان بطبعه ضعيف ومعرض للسقوط. وإبراهيم نفسه وهو أبو الآباء ضعف إيمانه وشك في قدرة الله على إعالته في أرض كنعان لما حدثت مجاعة، فنزل إلى مصر دون مشورة الله وكذب وقال عن زوجته سارة إنها أخته، خوفا من أن يقتله فرعون. من هذا نفهم حكمة الرب فيما قاله على لسان إشعيا النبي: اعتزلوا اعتزلوا، اخرجوا من هناك ولا تمسوا نجسا. ويقول يوحنا في رؤياه: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. خرج إبراهيم من أور الكلدانيين طاعة لأمر الله، لكن أباه تارح والذين معه خرجوا معه على سبيل الصحبة والقرابة، وهؤلاء كانوا ثقلا على إبراهيم في طريق الطاعة الكاملة. وما أن وصلوا إلى حاران حتى حطوا رحالهم ورفضوا الارتحال أكثر، ظل إبراهيم معهم في حاران زمانا طويلا لم يتمتع فيه بظهور الله له، ولم يتمكن من تنفيذ وصية الله له بالخروج إلا بعد أن تخلص من هذه الروابط الجسدية التي كانت معطلا له عن السير في طريق طاعة الله الكاملة. آمين.
مجد ابنك لكي يمجدك فاهب الحياة الأبدية للذين وهبتهم له بالسلطان الذي أهديتني. وما الحياة الأبدية إلا أن يعرفوك ويعرف المسيح الذي أرسلته ويعرف المسيح الذي أرسلته ويعرف المسيح الذي أرسلته ويعرف المسيح الذي أرسلته. على الأرض رفعت إليك المجد فمجدني الآن يا أبتي لأني أظهرت اسمك للعالم وأتممت نعمك يا أبتي. لتكون فيهم المحبة لتكون فيهم المحبة التي فيها أحببتني وأكون أنا فيهم وأكون أنا فيهم. أيها الآب القدوس أيها الآب القدوس أنا آت إليك أنا آت إليك في الحق قدسهم في الحق قدسهم قدسهم. الله يدخل في عهد مع إبراهيم. نرى في سفر التكوين الله يؤكد وعده لإبراهيم حيث يقول: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلداليين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فكان تعليق إبراهيم على ذلك: أيها السيد الرب، بماذا أعلم إني أرثها؟ ليس هذا شكا، بل هو طلب إيضاح من الله على نحو ما فعلت العذراء مريم وسألت الملاك كيف يكون لي هذا. اعتاد القدماء أحياناً أن يقطع عهودهم على ذبيحة يشقونها نصفين ويجوز كل طرف بين الشقين، وكأنه يقبل أن يشقه الله مثل الذبيحة إذا خان العهد. وهكذا قطع الله عهده مع إبراهيم بهذه الصورة المألوفة. ونلاحظ هنا أن العجلة والعنزة والكبش واليمام والحمام من الحيوانات والطيور التي كانت تقدم ذبائح في العهد القديم، وتلك الحيوانات
من الحيوانات الطاهرة التي كان مسموحاً للإنسان بأكلها، واختيار تلك الفصائل المعينة من الحيوانات الطاهرة كذبائح لأنها من الحيوانات الطاهرة التي كانت تخدم الإنسان، إشارة في ذلك ليسوع المسيح الذي جاء ليخدم لا ليخدم، كما أن اختيار فصائل من الطيور كاليمام والحمام كذبائح، وليس كل الطيور الطاهرة كالبط والأوز والديك الرومي مثلا، لأن الأولى لها القدرة على الطيران وهي ترمز إلى السمو الروحي في حياة الخادم. من خلال هذا نرى أن أمر الذبائح الدموية كان أمرا معروفا لإبراهيم، لم يكن بحاجة إلى أن يعرفه الله بتفاصيله، كان أمرا معروفا بالتقليد مثل موضوع العشور. اختيار ثلاثة حيوانات وتكون ثلاثية عمرها 3 سنوات حتى ما تكون كاملة النمو، لأن هذا أمر يليق بالله الكامل، كما يشير إلى كمال العهد وأهميته، وأيضا يشير إلى الثالوث القدوس. نلاحظ أهمية الدم في العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم، فحينما سأل إبراهيم الله عن الأرض بماذا أعلم أني أرثها، كان أمر الله له بهذه الذبائح. وهكذا نفهم أننا نرث الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر عن طريق الدم والذبيحة، أي يسوع المسيح. وفي عهود أخرى بين الله والإنسان مثل عملية الختان فيها إسالة للدم، كانت الطيور الجارحة تنزل على جثث الذبائح، لكن إبراهيم كان يزجرها، وهذه الجوارح ترمس للشياطين. وهكذا ينبغي أن نحفظ الذبائح الروحية التي نقدمها لله من اقتراب الشياطين منها ومن الأفكار الشريرة. آمين. أبتي إني أسلم لك ذاك، فافعل بي ما تشاء، ومهما فعلت بي فأنا شاكر لك. إني مستعد لكل شيء وأرتضي بكل شيء، ليس لي رغبة أخرى يا إلهي سوى أن تكمل إرادتك في جميع
إني أستودع روحي بين يدي وأهبها لك يا إلهي بكل ما في قلبي من الحب لأني أحبك. ولأن الحب يتطلب مني أن أهب نفسي أن أودعها بين يدي من دون ما قياس وبثقة لا حد لها لأنك أبي. آخر تأمل لإبراهيم عن نسل إبراهيم. أورد الرب تشبيهين لنسل إبراهيم نراهما في سفر التكوين. الأول: واجعل نسلك كتراب الأرض. والثاني حيث قال له: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. التشبيهان هما تراب الأرض ونجوم السماء. أبناء إبراهيم حسب الجسد كتراب الأرض، لكن نسله الروحي كنجوم السماء. ليسوا فقط عديدين بل ممجدين ومضيئين ومرتفعين كنجوم السماء. لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد. الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. الله ينبئ إبراهيم بما سيحل بنسله، وقال الله لإبراهيم: أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، فيذلونهم 400 سنة، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. الله تحدث أولا عن الضيقة، ثم بعدها الفرج. التعب ثم الراحة، هذا هو طريق الله. نتألم ثم نملك، العبودية ثم الحرية، أي عبودية الخطيئة ثم حرية مجد أولاد الله. وبعد أن تحدث الرب عن غربة نسل إبراهيم واستعبادهم وإذلالهم، يقول: ثم أن الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها. وهنا نرى نعمة الله لأولاده كأفراد، لأن نقمة أنا أجازي، يقول الرب، ككنيسة، والأمثل على ذلك لا تحصى في الماضي والحاضر.
إن الله يكفكف دموع المؤمنين النائحين، أما الذين جدفوا على اللاهوت فقد طرحهم لأسفل. قد يتأنى الله في العقاب، ولكنه يختار الوقت المناسب. يرى الآباء أن 400 سنة تمثل 4 أجيال. الجيل الأول هو عصر ما قبل الناموس، والجيل الثاني هو عصر الناموس أي الشريعة، والجيل الثالث هو عصر الأنبياء، أما الجيل الرابع هو عصر يسوع المسيح. وحينما يقول وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، يعني إن الجنس البشري الذي يرمز إليه نسل إبراهيم يرجع إلى السماء بالمسيح وفي عصره. آمين. Thank you.
شعار زيارة قداسة البابا إلى العراق: أنتم جميعا إخوة. نعم، هي دعوة من الخالق لنا أن ننتبه لبلادنا ونبنيها ونترك علاقة الإنسان بالله علاقة ذاتية وشخصية لا يتدخل، وليس من حق أحد أن يتدخل فيها أحد. العراق مدعو، فهل نقبل الدعوة؟ تأملوا معي إخوتي أخوات، زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وروما إلى العراق، تأملوا معي هذا المشهد بكل أبعاده. المنطقة تمر بحالة عنف لا مثيل لها، الدولة تتفكك من حولها، والعراق يمر بظروف اقتصادية سياسية طاحنة، الضيقات من جميع الجهات، المواطن غير متحمل لتلك الظروف، وحالة من عدم الرضا تسود، ولا يوجد سلام داخلي، ومن ثم لا يوجد محبة لا للنفس ولا للغير. لكن فجأة تأتي زيارة قداسة البابا إلى العراق المتألم الجريح، وشعار الزيارة: أنتم جميعا إخوة. وهي الزيارة التي أريد أن أشارككم بها تأملاتنا اليوم، حيث أشعر أنها مهمة رسمية من الإله الذي نعبده جميعا. كلف بها قداسة البابا، وهو رجل الله، أن يقوم بهذه الزيارة. أستشعر أن الله قد أرسله لنا ليرسل لنا عدة رسائل، ومهد لها الله كل السبل لتصل. المشهد الأول: نتأمل يوم وصول الكل
في استقباله الروحيين والمدنيين، ثم لقائه الشعب، وبرموز الشعب الدينية والمدنية، وصلاة قداسته قبل الزيارة ليفتح لنا أبواب الرجاء إلى السماء والعالم كله ينتظر الرسالة التي تأتي العراق وتخرج من العراق. أسمعك هانساً يا إلهي في جمال الزهور وتناسق الألوان في الصوت وتناغم الألحان. يا إلهي في جمال الزهور وتناسق الألوان في الصوت في الصوت وتناغم الألحان. دعني أتخلى عن كل شيء، أناجيك فألاقيك وأحقق ذاتي التي هي فيك. أنت القريب، أنت الحبيب، وأقرب من ذاتي إلي. أسمعك هامسا يا إلهي في جمال الصور وتناسق الألوان في جمال السرور وتناسق الألوان في الصوت في الصوت وتناغم الألوان. زيارة العراق هو حلم فاتيكاني قديم، حين تدوس قدماه أرض العراق، أرض الرافدين، أرض الحضارة، يحقق البابا فرانسيس حلما قديما لسلفه القديس البابا يوحنا بولس الثاني الذي خطط عام 2000 لزيارة مماثلة بهدف الحج إلى مسقط رأس النبي إبراهيم أبي المؤمنين ضمن رحلته إلى الأراضي المقدسة مطلع الألفية.
نتأمل هنا عند هذا الحلم الذي طال أمده ولعلها مركزة في العراق بلاد الحضارات، ومركزة أكثر في كلمة العراق مدعو. ففي العقيدة المسيحية عندما يقول راهب زاهد بهذا التواصل الدائم مع الله، أي يسير بسيرة يسوع المسيح، عندما نقول العراق مدعو، فهذا يعني أن هذا الرجل في صلواته قد حمل رسالة ودعوة من الله للعراق، وجاء لينقلها لنا وللعالم. جاء في رسالة البابا فرانسيس قبل زيارته إلى العراق حيث يقول: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء في العراق، وأخيرا سوف أكون بينكم في غضون أيام قليلة، إني أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة
أرضكم. مهد الحضارة العريق والمذهل. إني أوافيكم حاجة تائبا لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب، ولأسأل الله عزاء القلوب وشفاء الجراح. وأضاف: أوافيكم حاجا يشوقني السلام، لأكرر أنتم جميعا إخوة. أجل أوافيكم حاجا يشوقني السلام، وأسعى خلف الأخوة، وتدفعني الرغب معا ومع الأخوة والأخوات من التقاليد الدينية الأخرى أيضا، تحت راية أبينا إبراهيم الذي يجمع في عائلة واحدة المسلمين اليهود والمسيحيين. تابع أخوة المسيحيون الأعزاء الذين شهدتم لإيمانكم بيسوع في خضم المحن القاسية للغاية، أتوق لرؤيتكم بفارغ الصبر. يشرفني أن ألتقي بكنيسة تميزت بالشهادة. شكرا لشهادتكم. عسى أن يساعدنا الشهداء الكثيرون الذين عرفتم على المثابرة في قوة المحبة المتواضعة. لا تزال في أعينكم صور البيوت المدمرة، الكنائس المدنسة، وفي قلوبكم جراح فراق الأحبة وهجر البيوت. وأردف في رسالته: أود أن أحمل لكم عناق الكنيسة بأسرها المفعم بالحنان، الكنيسة التي هي قريبة منكم ومن الشرق الأوسط المتألم، ونشجعكم على المضي قدما. لا تسمحن للمعاناة الفظيعة التي عشتموها والتي تؤلمني كثيرا بأن تنتصر. لا تستسلمن في وجه انتشار الشر، لأن منابع الحكمة العريقة في أرضكم. توجهنا لنتخذ سبيلا آخر، لنفعل مثل إبراهيم الذي فيما ترك كل شيء لم يفقد الرجاء أبدا، بل وضع ثقته بالله فصار أبا لذرية يعادل عددها عدد نجوم السماء. آمين. يا رب تعبت
طوال الليل. يا رب تعبت طوال الليل ولم أصدق شيئا ولم أصدق شيئا لكن شبكتي. إذن هذه هي الدعوة التي يوجهها الله لنا على لسان قداسة البابا فرانسيس، أن نقدم للمنطقة والعالم نموذجا في المحبة والإخوة. قال أيضا أن العراق مدعو لإدانة ولهزيمة أي عنف وأي إرهاب، إنه مدعو لتقديم قمح التسامح لجميع القلوب الجائعة لتعايش سلمي، لعمل كريم ولتعليم إنساني. هذه هي الرسالة السماوية الثانية. نحن مدعوون لرفض إنساني واضح من داخلنا، لا لكل عمل إرهابي فحسب، بل لكل فكر إرهابي، لكل سلوك عنيف، لكل حالة رفض للآخر، لكل سلوك غير إنساني. قال أيضا أن العراق في ذات الوقت بيد تبني التسامح وبالأخرى تحارب الإرهاب، مدعوة لإثبات أن الدين لله والوطن للجميع، مؤكدة على أنه يمكن للشخص أن يؤمن وأن يعيش في وئام مع الآخرين متشاركا معهم في القيم الإنسانية والأساسية، ومحترما حرية وإيمان الجميع. نعم، هي دعوة من الخالق جل جلاله لنا أن ننتبه لبلادنا ونبنيها ونترك علاقة الإنسان بالله
علاقة ذاتية وشخصية، لا يتدخل وليس من حق أحد أن يتدخل فيها أحد. أن نتعايش في وئام وحب تحت مظلة المواطنة، ونترك حرية العبادة والتعبد علاقة حميمية خاصة بين الخالق ومخلوقه. كما قال البابا في هذا الصدد: أرجوكم أن تتأملوها معي بعمق تلك الكلمات، حيث يقول: علينا جميعا واجب أن نعلم الأجيال الجديدة أن الله خالق السماوات والأرض ليس بحاجة إلى حماية من البشر، بل على العكس هو الذي يحمي البشر، وهو لا يرغب مطلقا في موت أبنائه، بل في حياتهم وسعادتهم، وهو لا يمكن له أن يطلب العنف أو أن يبرره، إنما على العكس يرذله وينبذه. إن الإله الحقيقي يدعو للمحبة غير المشروطة، للمغفرة المجانية، للرحمة وللاحترام المطلق لكل حياة، وللأخوة ما بين أبنائه، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين. آمين. يا حامل نوتا
هذه هي الدعوة التي نشعرها إن الله قد أرسلها لنا على لسان بابا السلام. لعلكم تتذكرون معي التطويبات التي ذكرها يسوع المسيح في موعظته على الجبل، وهي: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وهي التطويبة الوحيدة التي ذكر فيها يسوع المسيح كلمة صانعي سلام. نعم، فالسلام صنعة وحرفة تحتاج إلى مهارة عالية، تحتاج إلى تدريب يومي لعلاقة محبة مع الله، وتحتاج لحالة من قبول النفس ومن ثم قبول الآخر، تحتاج إلى نقاء القلب وصفاء العقل، تحتاج إلى حلو اللسان وعفته، تحتاج إلى أن تتدرب يوميا كيف تصالح نفسك وتصالح الآخرين. إنها صنعة بكل ما تعني الكلمة. أختتم معكم تأملاتنا أن دور العراق اليوم الفريق هو ضروري حتى نتمكن من التجديد على أن هذه المنطقة مهد الأديان الكبرى، بإمكانها بل ويجب عليه أن ينهض من ليل المحنة الطويل هكذا، كي يشع فيه مجددا قيم العدالة والأخوة العليا، تلك القيم التي تمثل الأساس المتين واللازم لبلوغ السلام. فمن الدول الكبرى لا يمكن أن تتوقع إلا القليل. هنا يؤكد لنا الله في قداسة البابا ودعوته لنا إنه بإمكاننا بل ويجب علينا أن ننهض من ليل المحنة الطويل إلى إشراق أحد جديد في العراق، وفجر يشع نهضة حقيقية من أرضنا بإشباع العالم من مجاعة المحبة وبهزيمة كل أنواع الإرهاب وبقبول الآخر وعدم المتاجرة بالدين وبالتعايش السلمي وبصناعة السلام. هذه هي الدعوة الموجهة إلينا من السماء، فهل نقبلها؟ نرفع اليوم هذه التأملات والصلوات والترانيم لترافق قداسة البابا في زيارته يوم غد إلى العراق من أبنائك وبناتك من إرسالية مار يوسف. نقول أننا معك وأنت معنا في صلاتنا، ولتكن يد الرب يسوع المسيح الحامية لك وشفاعة أمنا مريم العذراء وشفيع أرساليتنا مار يوسف الأب المدبر والمربي للطفل يسوع أن يقود خطاكم نحو العراق آمنا سالما للعراق ولمسيح العراق. آمين.
بركة ربنا يسوع المسيح تلك التي انبسطت على الرسل القديسين في علية صهيون وقدستهم وفي جبل الزيتون وباركتهم، هي تأتي وتحل عليكم وعلى جميع الذين شاركوا معنا هذه الساعة، تغفر خطاياكم، تشفي مرضاكم، وترح نفوس موتاكم، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. Thank you.